عايز اقول خبر مهم جدا بالنسبه لك كابتن هاني، وبالنسبه طبعا للكابتن هيثم السعيد وكل جمهور النادي الاهلي. كل طبعا الجماهير عايزه تطمن على امام عاشور، حاله امام الامور بالنسبه له عامله ازاي؟ يعني من خلال سؤالنا لرئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد جاب الله، يعني امام غدا بمشيئه الله صباحا هيجري العمليه في الكتف ان شاء الله باذن الله، يقوم بالف سلامه. تمت التجهيزات والتحضيرات والتنسيق بشكل كامل مع منتخبنا الوطني والجهاز الطبي والجهاز ايضا كمان الطبي للنادي الاهلي، وتم اتخاذ القرار ان امام عاشور ان شاء الله غدا صباحا هيتم العمليه اللي خاصه بيه في الكتف ان شاء الله باذن الله تكون عمليه ناجحه قيمه الحقيقه مميزه جدا، واحد من اللاعبين المؤثرين في خلال منتخبنا الوطني او للنادي الاهلي. لكن ان شاء الله بنتمنى له كل السلامه ويعود من جديد ان شاء الله باذن الله امام، يسترد قوته من جديد ليشارك كل نجوم النادي الاهلي في المرحله القادمه.